السلام عليكم الأصدقاء والمتابعين. الفيديو ديال اليوم من فوق المنزل ديالي. بيت نشارك معكم هذا المنظر ديال الغروب، وكما كتشوفوا يطل على ميناء طنجة المتوسط بالقصر الصغير. منظر زعما رائع، طبيعة ما شاء الله. ليه جبال اسبانيا، هادو كامل اللي كتشوفو هادو جبال اسبانيا. هاديك اللي لهي هاديك طريفة ها هي، والجهة اللي لهيها هداك جبل طارق لهي. كما كتشوفو هادي هي جبال اسبانيا، ميناء طنجة المتوسط. ميناء تقريبا كيوصل له مساحة ديالو شي 7 كيلومتر، ميناء ديال الاستيراد والتصدير ديال عبور المسافرين للضفة الأخرى نحو الغرب الإسباني الجنوب الإسباني. منظر صراحة رائع. بارطاجي معكم هذا الفيديو فوق المنزل، ما شاء الله احنا مقبلين على فصل الربيع. الخضورية بدات، منظر رائع صراحة مع هذا الغروب. كنتمنى يعجبكم المنظر، لايك للفيديو، جيم.